نروح بقى لعالم الابتكارات، تبقى جميلة جدا خصوصا لما تلاقي طلبة مصريين في مسابقة عالمية فيها طلبة من مختلف دول العالم ويكسبوا. 5 طلبة من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حصلوا على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية في مسار الصحة الرقمية، ده لعام 2022. 5 طلبة ما شاء الله اللي منورين قدام حضراتكم على الشاشة، اللي هم مها شطة، فاطمة لقمة، مصطفى نصير، أحمد الغول، وسيف أحمد. الطلبة بدأوا في تصميم الجهاز، جهاز اسمه جلوكو كليب. بدأوا يصمموا هذا الجهاز. الجهاز ده بيعمل على قياس مستوى الجلوكوز في الدم لمرضى السكر، بس من غير بقى الوغز اللي بقى، من غير ما تشك بالشكة وتاخد التقيس وبتاع، لا. هذا الجهاز اللي ابتكروه اللي هو الجلوكو كليب تم تطويره كجزء من مشروع تخرجهم تحت إشراف الدكتور حسنين عامر أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة. الجهاز ده بيراقب مستوى الجلوكوز في الدم، مستوى السكر في الدم، بمستوى عالي من الدقة والأمان، بدون أي تدخل جراحي، بدون أي شكة، بدون أي حاجة، إنما من خلال التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة. كل سنة وانتم طيبين، طبعا مش فاهم أي حاجة. فخلينا نروح لأحد هؤلاء الطلبة، أحمد الغول، طالب قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية. أحمد مساء الخير، والأول ألف ألف مبروك. أيوة مساء النور، الله يبارك فيك. قبل ما تشرح لي اللي أنا قلته وما فهمتوش ده دلوقتي، بس احكي لي عن المسابقة، كان المنافسة عاملة إزاي، في طلبة من كام جامعة حول العالم، احكي لي تفاصيل المسابقة يعني. تمام أكيد. هو طبعا هي جامعة جون هوبكنز دي جامعة خاصة في أمريكا، معروفة جدا طبعا بالذات بأبحاثها الكتيرة، هي معروفة اللي هي جامعة أبحاث. نعم. في مجالات كمان التكنولوجيا عامة، ودي كانت حاجة احنا كنا داخلين فيها يعني. وكل سنة الجامعة دي بتصنف من أحسن جامعات العالم ومن أحسن 10 جامعات في أمريكا وهكذا. وكانت عاملة كل سنة بتعمل مسابقة برضو عالمية تفتحها لجميع الطلاب في العالم عشان يعرضوا أجهزتهم اللي بيبتكروها في مجال الطب وهكذا. كويس. فالمسابقة دي بتبقى جولتين، أول جولة بتكون إننا بنقدم البحث بتاعنا بس، وعدينا الحمد لله الجولة دي، والجولة دي كان مقدم عليها 74 جامعة من 18 بلد بيقدموا 120 جهاز. وبعد ما عدينا الجولة دي وصلنا للفاينل اللي هو كان مكون من 21 فرقة، يعني 21 جهاز وده كان قدام لجنة مكونة من دكاترة كبيرة يعني من جون هوبكنز، بنقدم ليهم الجهاز وبنوريه وهو بيشتغل وهكذا، والحمد لله يعني كسبنا مركز أول. ما شاء الله. طيب انتوا الجهاز ده بتشتغلوا عليه بقالكم سنة تقريبا صح؟ اه بالظبط، احنا اشتغلنا عليه يعني من ساعه اخر، من اول 2021 لغايه لسه مخلصين اهو من شهرين او حاجه، ولسه لغايه دلوقتي شغالين عليه اكتر كمان عشان نحسن من الدقه بتاعته وكده. طب ممكن يعني تعذر جهلي وتشرح لي التحليل الطيفي للاشعه تحت الحمراء القريبه؟ لا هي طبعا اسمها معقد جدا، بس هي يعني باختصار كده هي عباره عن في جهاز استقبال وجهاز بيبعت الاشعه اللي تحت الحمراء دي. طيب بص، هو الجهاز قدامنا على الشاشه دلوقتي هو شبه اللي بيقيس الاكسجين في الدم صح؟ تمام بالظبط. ما احنا كنا فعلا احنا شفنا ان الجهاز ده الجهاز الاكسجين ده بيستعمل في حتت كتيره قوي وكده، واللي هو سهل للمرضى عامه ان يستعملوه، فقلنا نعمل حاجه شبهه بالظبط عشان لما المريض يجي ياخده يبقى عارف بيشتغل ازاي وهكذا. كويس. وده بيبقى الجهاز ده انتم بيبقى متوصل بالموبايل؟ اه بالظبط، هو ممكن يشتغل لوحده خالص من غير موبايل، او احنا عاملين زياده اللي هو ممكن يشتغل بموبايل عشان لو المريض عايز يفتح الابلكيشن يشغل منه الجهاز ويشوف حتى قراياته السابقه كلها، مش القرايه بتاعته جديده بس، يقدر يشوف الهيستوري بتاعته كلها. حلو قوي. طيب وهل الجهاز ده لو لقى انه نسبه السكر قليله او مرتفعه بيدي انذار بشكل او باخر؟ اه بالظبط، انت اول ما بتركب الجهاز هو بيقول لك الرينج بتاع اللي المفروض يكون السكر بتاعك فيه عامة حسب انت واكل ولا لا، بتكتب في الاول انت واكل بقالك قد ايه او مش واكل خالص او كده، وبعدين بعديها بيقول لك قياس السكر بتاعك بالظبط، ويقول لك انت كده لو انت اباف يعني افريج او ده الطبيعي او في الافريج او كده يعني. طيب احمد، انتوا جربتوا الجهاز ده، عملتوا له اختبارات كتيره طبعا قبل ما تدخلوا المسابقه دي، نسبه الدقه قد ايه؟ بالظبط، احنا عملنا له اختبارات كتيره على اكتر من 100 حد، ونسبه الدقه وصلت ل 83%. 83%. طيب وفي عالم الابحاث دي نسبه معتبره؟
اه طبعا في عالم الابحاث دي نسبه كويسه جدا، ويعني من احسن النسب يعني عامه، ما فيش حاجه لسه اعلى من كده في بالطريقه دي. كويس. طيب هل انتوا شغالين لسه بتحاولوا تطوروا من امكانياته اكتر، وبتحاولوا بقى تبحثوا عن انه الفكره والجهاز ده يبدا يعني يتحول الى مشروع؟ اه طبعا احنا اول ما كسبنا الكومبيتيشن دي على طول، يعني المسابقه دي على طول، فكرنا في ازاي ممكن نحسن الجهاز ده اكتر، نطلعه من 83% لدقه توصل لمثلا 95% او حاجه، عشان يكون بينافس جهاز السكر التقليد اللي بنستعمله كل يوم. اللي هو اللي بالشكه ده. بالظبط اللي بالشكه. تمام، حلو قوي، ربنا يوفقكم وان شاء الله تقدروا توصلوا لنسب افضل ويخش شكرا بقى خطوط انتاج ان شاء الله. شكرا، ان شاء الله ان ان شاء شاء الله الله. بشكرك شكرا جزيلا، وكل التحيه ليك ولكل زمايلك، احمد الغول طالب بقسم هندسه الالكترونيات والاتصالات بالجامعه الامريكيه بالقاهره، وزمايله بقى مها وفاطمه ومصطفى وسيف، كل التحيه والتقدير ليهم.